السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع، ونتمنى السلام إلى الجميع. طبعا يا أخوان، اتصال عن أفعى في ساحة منزل محاصرها مواطن. الأفعى حسب ما قال لي متخبية داخل طوبة، فأنا قبل ما أروح، لأنه كثير بنروح يا أخوان مشاوير بصراحة، يعني بقولوا لنا هاي الحية زي الفيديو اللي نزلت لكم إياه قبل، بقول لك هاي الأفعى محاصرة، بنروح بنلاقي حجار ودبش ومشاتيح، فصعب يعني نلاقي الأفعى، بنروح وبنرجع بنروح وبنرجع، فمش دائما يعني الطلعات اللي بنطلعها مش بالسهل انه نلاقي الأفعى زي ما بفكروا الناس، لكن هو بقول لي انا شايفها بعيني. قلت له بدي تتأكد لي تشوف لي الأفعى موجودة ولا لا، قال لي موجودة، لأنه هاي الطلعات اللي بتشوفوها بنطلع قدها مرتين وثلاث مشاوير ما بنلاقي الأفعى. المهم حسب ما قال لي انه محاصر الافعى، يعني موجوده في جوا الطوبه وهو واقف بعيد عنها. حكيت بس نوصل بنشوف شو الافعى وشو نوعها، لكن انا طلعت كنت يعني مش موجود في المنطقه، طلعت لا معي عصاي ولا معي بعرفش اذا معي ورا ولا معي اشي، بس يعني على كل حال بنمسكها على جميع الاحوال. هاي المنطقه بسموها حي الطيره، منطقه السريه، يعني طبيعي دور حواس، يعني دور أرض شجر أفاعي كل شيء موجود هنا. طبعا هاي سرية رام الله. هلا هلا هلا، هاي سرية رام الله بسموها السرية هنا. هاي الزلمة بتسرق، شوف الزلمة. الو، هايني انا مطعم طارق النتشة، مطعم الريف. شو اسم الشارع؟ هذا الخوارط عندنا على الفاضي، بعطينا اسماء اسماء خوارط الشوارع الانجليه، شارع الانجليه الطيره. طيب هاي نزلت على اليمين، خليك معي. حكيت اخر النزله هاي في يمين وشمال، خليك معي شوي. مالك مالك جمال؟ هاي في نزله قويه، خليك معي شوي. خليك معي في، حكيت اخر النزله في يمين وشمال، يعني يمين ما فيش دوري. حكيتها في، انا نزل في شمال هيك لتحت وفي يمين طلع فوق لفوق. نزلت النزله القويه اللي حكيت لي عنها. هلا بالضبط لتروح اليمين ضلك نازل شمال شمال. طيب كل ايوه هيك شمال يعني. طيب بضل دغري، بضلك دغري، الطريق مستقيمه، بعدين برضه في خلي في بنايه مش جاهزه على اليمين صح؟ خليك شوي معي. ناخذ على اليمين في محطة كهرباء. ايوه اخذ يمين. خذ يمين. ما في زي جزيرة، جزيرة اخذ يمين. اه يلا اخذت الجزيرة، لقيت انا في يا ساتر. بدي اضل دغري. لا خلص بتعد عمر، عمر بين ثلاث، في عمار قدام ساحة زخمتين وفي خشب. هاي ولع عليها الخشب جواها. ايوه افوت جوا. ادخل جوا. هاي دخلت. هاي يبدي طالع لك. اوكي يلا. فيش عصير خلص، بس في عيد. من وين الطريق؟ تحت؟ فوق ولا تحت؟ وين؟ طب من وين ننزل؟ ننزل من وين ننزل؟ خليك انت عند الحي. شايفك هيو عندك الحي يا حبيبي. طب خليك عندك، خليك هيني جاي. تعال كيف نمسك هالبيت هاي الحي؟ شكله مليان شجر. طب وين انزل انا؟ انا هاي طابق سالي برا ولا والله ننزل تحت الارض. طولت يا زلمه، امسك
ثلاث سالب أربعة. آه. إذا حيت فلسطين. ما شفتهاش. إذا البقلاوية بشدها بإيدي. وإذا حيت فلسطين شو بنسوي؟ ما حكاش عصاي. معكم كشاطة؟ أكيد آه. أعطيني كشاطة. معيش عصاي ما بدناش نخاطر. أنا أجي ما كنتش موجود. وين؟ اوعى دير بالك لحظة شوي هين وين؟ انت شايفها اه؟ لا انا شفتك قبل شوي اوعى دير بالك ما فيش يا زلمة بدي اشوف مين طيب الكليب فيك طيب بس اشر لي من وين عندك؟ هلا يا البلوكة هاللي تحتيك مباشرة يا اللي وراها يعني انت مش عارف وين؟ طيب امسك لي هذا يا معلم امسك حط على الارض امسك هيدا افتحها امسك شوف على العصافير اللي هناك وموجودة اوعى دير بالك اه شكلها داخل من هون بس تحط شيء ده انت متاكد انك شايفها اه شفتها انا غليتني انا موجود هون طيب في تعطيني شيء احطه عشان اللباس اخبط عليه شيء عند اي شيء لا 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 شيء ارضي 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 اه خشب مش تفكشار بالحقيقه لا 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 ما انا قبل شوي طلعت وردت نزلت لما شافتني دخلت هون بدي افوت انا جوا مش اسكمله يا زلمه اي شيء زي هاد ما بديش انا البس البس لكم الضهر بعدين بار شوي وين شفتها انت؟ هون هون وين؟ يعني يا هون يا هون واحد في واحد فيهم تأكدوا؟ اه يا زلمه اه متأكد هون هيك اه هيها شفتها؟ اه فلسطين فلسطين لا لا البقلاوية هي السامة لا لا قصدي شبه السامة هيها قاعدة مكيفة مكيفة على البراءة دي اه هي بتيجي على الدورة طلع يا حرام بضل وين الهض في كم هيها بضل اني جنب ماله العصفورة ليش راضي يطير هذا بصغير من هناك وجنب بدنا نطيرها اخوه مات شايف هاي اللي حكيت لك عنه لما جيت ركبنا لكم الفايبر ايوه هذا العصفور الشمس اللي بيجي البينا الهندي بقتله هاي انت اللي جيت ركبت خط الفايبر ولا جد والله اه والله في الاتصالات انت بتشتغل اه ايوه جماعه شايف طبعا الاتصالات بعد ما يكبروا بيجي بقتلهم تعرف اني انا ناس انك جيت انت جيت بكيت انا موجود لا كان ابنك وي والله شركه الاتصالات ركبوا لي خط فايبر قوه قديش 15 بعرف يعني فايلر اه يعني ليزر بعدين فايبر ليزر سريع سريع جدا ركبوا لي اياه طبعا مجانا اعطوني اياه لمده 3 سنين كل الاحترام لشركه الاتصالات شو بدك تطلعي ولا اطلعك افعى دخليها تطلع انا حكيتها تطلع من هنا هي تطلع علي خوف ولا شيء هاي لعبة بالنسبة لك لعبة قاعدة بتهجم اطلع يلا ولا اي 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 يابا يابا صغيرة ويا صوتها ولو اوعى 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 يا ولد زدت زدتها وانا بسكت ابعد بالشاطر سيف صوت على منها يا بابا لا تعض شو دخلها ها ما حواكير عندك جبال كلها شو شو دخلها طلع عندي يا الهي انها مالك حامل الكرسي لا تهجم هاي صغيرة اه صغيرة لا فيها اكثر من نص متر لما هذا طائر الطنان طنان تعرف فلتت عندي انا الطنان طار فلتت عندي طنان واجي عشش على الشجرة فلتت اربع عشرتهم اجوا عشش شوف وطير في فراخ لا والله ما هو المينا الهندي يا اخوي اكلهم طائر المينا يا الله خسارة علي طلع عش الطنان كيف فاضي فيش فيه طلع لسان خساره ما عرفتش تخليهم يا زلمه ك
كان حطيت شبك ايش هو والله في رمضان مش اتصلت عليك انا وقتها حكيت والله لك. ناس انت بتقول اتصلت عليك انا من كثر ما برن علي ناس بنسى الدوري وين هناك بعشش الدوري برضه كان هم نفس الاشي كل هذا طائر المينا مشكله لنا والله مشكله افتح المغلق انا عشان شايف ليش يجي يخبط لك على اللبس واعبي لك الدور بعدين يسلم ايديك ويعطيك الف عافيه صرت ادور عليها ما لقيتهاش بعدين لما العصافير صاروا يصرخوا عرفت صاروا يطلعوا صوت العصافير صاروا يطلعوا صوت ويرفرفوا وقفت هناك شفتها لمحتها لما دخلت اما طائر الطنان هذا الاسود بجنن بيجي عندي كثير بيجي الزريق وبيجي حمام وبيجي كل شيء بحطهم اكل انا لما سمعنا صوت العصافير زي خايفين من شيء بحط العصافير اكل دائما يعني العصافير بعطوا انه في شيء في شيء بعطي تحذير بكون الشجر على ثاني